Antonio. جماهير الجالية الاسبانية اللي موجودة في مصر جاية بتحيي المدرب روبرتو جارسيا باروندو مدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري، وجايين بيحيوا المنتخب الوطني المصري. شايفين حضراتكم الاعلام المصرية مع الجالية الاسبانية في مصر. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لمصر. الرجالة دي واللعيبة دي والفريق دوت شرف مصر أمام بطل العالم. ألف مبروك لمصر. أدوا اللي عليهم لعيبة رجالة، أدوا اللي عليهم، استحقوا تقدير. موقف مشرف الحقيقة وبيبرهن على عظمة هذا الشعب، يعني الشعب المصري العظيم وجمهور الرياضة بشكل عام. شوفوا حضراتكم استقبل فريق كرة اليد خلال عودته أو بعد عودته إلى فندق الإقامة وبعد خسارته من الدنمارك وخروجه من البطولة. ليه؟ لأن هو مقدر حجم العطاء وبذل الجهد والعرق اللي تم على أرض الصالة المغطاة. يعني الحقيقة دايما المصريين بيدهشونا بتصرفاتهم وتقديرهم أستاذ جمال. يعني